بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام في هذه الليلة الشريفة المباركة، ليلة الجمعة، هذا اليوم 17 من شهر ربيع الأول سنة 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد هذا المجلس الثالث من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، مغتنمين من بركة الزمان والمكان وشرف هذه الليلة ما يزيدنا أجراً وقربةً عند ربنا الكبير المتعال بذكرنا له سبحانه في رحاب بيته العتيق، وبصلاتنا وسلامنا على نبيه المصطفى الصادق المصدوق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، في ليلة كريمة تضاعف فيها الحسنات وتزداد فيها الأجور والبركات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. إذا ما الجمعة الغراء لاحت أثار هواك أنفاساً شذية، عليك صلاة ربي ما تغنت بذكرك أحرف الشوق الندية. فيا رب صلِّ وسلِّم وبارِك عليه أزكى صلاة وأتم صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. وقد وقف بنا الحديث في أثناء خطبة المصنف رحمه الله تعالى لكتابه العظيم زاد المعاد، وهو الوقوف عند كلامه رحمة الله عليه في مقدمة ذكر فيها شهادته بالوحدانية لله وبالرسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قرر في أثناء ذلك أن العزة والنجاة وأيضاً الكرامة في الأمة إنما تكون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل لذلك بحديث وآية، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. والآية الكريمة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، سائلين الله العلم النافع والعمل الصالح والهدى والسداد والتوفيق والرشاد، واستكثروا في مجلسكم المبارك هذا من كثرة صلاتكم وسلامكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين أشرف الخلق أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبعد، فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قول المصنف رحمه الله وبعد، يعني بعد المقدمة التي ابتدأها، فإن الصفحات العشرة تقريباً السابقة من صدر الكتاب التي أمضيناها في مجلس ليلة الجمعة الماضية ما كانت إلا مقدمة الكتاب، حمداً لله وثناءً عليه سبحانه، وشهادةً له بالوحدانية، وشهادةً للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وما كان بين ذلك فهو مما تقدم ذكره في ذاك المجلس من منهج ابن القيم رحمه الله تبعاً لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستطراد في ذكر الفوائد والإضافات العلمية والدقائق النفيسة. ثم لما فرغ من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبعد، فهو لا يزال بعد ما دخل في مقصود مضمون خطبة الكتاب، خطبة الكتاب التي نشرع فيها في مجلس الليلة. ولذلك فإن قول الكاتب والخطيب والعالم والمؤلف وبعد أو أما بعد المقصود بها الشروع في صلب الكلام ومقصوده ومضمونه الأساس، وتأتي عادة بعد المقدمة، إما أن تكون بسملة أو حمدلة وثناء مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صارت من الأساليب التي لا يستغني عنها الكاتب إذا كتب والخطيب إذا خطب،
فإن كلمة أما بعد أو وبعد أصبحت من أشهر أساليب العرب التي يفصلون بها بين مقدمة الكلام والشروع في صلبه ومضمونه. وأما بعد أو وبعد قيل إن أول من قالها من العرب سحبان وائل، وهو أخطب العرب، ولهذا يقولون في المثل أخطب من سحبان، وهو سحبان ابن زفر الوائلي. عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، لكنه لم يجتمع به، فما كتب له شرف الصحبة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومات سنة 54 للهجرة. ومن شأن سحبان أنه كان خطيباً لا تعوزه الكلمة ولا الفصاحة ولا الاسترسال أو البلاغة، ولا يستعصي على لسانه الحرف. قيل إنه كان إذا خطب تصبب عرقاً ولم يتوقف ولم يقعد حتى يتم خطبته. وقيل إنه قدم مرة على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو خليفة للمسلمين وأمير المؤمنين، فطلب منه معاوية رضي الله عنه أن يتكلم، فقال: انظروا لي عصا تقوم من أودي، يعني تقيم صلبي إذا وقفت. فقالوا له: وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين؟ يعني أنت بحضرة الخليفة وتطلب عصا؟ يعني كأن هذا ليس من مظهر الاحترام والتوقير وهو بحضرة الخليفة وأمير المؤمنين. فقال: ما كان يصنع بها موسى عليه السلام وهو يخاطب ربه وعصاه في يده؟ فضحك معاوية رضي الله عنه وقال: هاتوا عصاه. فأخذ عصاه فوقف وتكلم من صلاة الظهر حتى قامت صلاة العصر، فما تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا ابتدأ في معنى قد خرج منه أو بقي عليه منه شيء ما استطاع استيفاءه، فما زال على حاله ذلك حتى أشار إليه معاوية بيده يريد أن يكف عن الكلام ويكتفي بما قال. فأشار إليه سحبان: ألا تقطع علي كلامي. فقال معاوية رضي الله عنه وهو في هذه الحال: الصلاة، يعني إنما نريد أن نتوقف لنشهد الصلاة، صلاة العصر. فقال: هي أمامك ونحن في صلاة وتحميد ووعد ووعيد. فقال معاوية رضي الله عنه: أنت أخطب العرب. قال سحبان: والعجم والإنس والجن. يريد إثبات صدارته بالخطابة والفصاحة وسوق الكلام الذي كان يتولى زمامه. هذا ما يقال في أما بعد، إن أول من قالها من العرب سحبان وائل، وقيل أول من قالها كعب بن لؤي في الجاهلية، وقيل قس بن ساعدة الإيادي، وقيل أول من قالها داود نبي الله عليه السلام. وفسر في بعض كلام المفسرين قول الله سبحانه وتعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، في بعض تفسير أهل العلم أن فصل الخطاب هي قولة أما بعد، يفصل بها الكلام عن المقدمة إلى صلبه. نقل ذلك الإمام الطبري عن بعض أهل العلم ولم يرجح فيه شيئا. ومن هنا فقول المصنف رحمه الله: وبعد، يعني بعد المقدمة التي مضى ذكرها. نعم، أحسن الله عليكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبعد، فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. اعلم رعاك الله أن الكتاب أراد به ابن القيم رحمه الله أن يكون شرحا لهدي النبي المصطفى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانظر كيف اختار رحمه الله مقدمة بديعة يريد أن يقول لنا فيها. إنه عندما يريد أن يقدم كتابا فيه السنن والهدي النبوي، فإن ذلك مبني على ماذا؟ على من جعله الله لنا أسوة وقدوة، على من فضله الله بالنبوة والرسالة، على من أمرنا الله باتباعه والتزام هديه، على من لا غنى لنا عن اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. فكان المدخل المناسب لهذه القضية العلمية الجليلة قضية إثبات الاختيار الإلهي والاصطفاء. ولذلك قال: وبعد، فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار. يريد أن يصل إلى ماذا؟ أن الله اختار من خلقه رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم، فلما اختاره، وسيأتيك وجوه الاختيار الجليل الإلهي الرباني لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنك ينبغي أن تبني اتباعك وإيمانك
واقتداءك برسول الله عليه الصلاة والسلام أن تبنيه على حكم إلهي جليل هو الاختيار الرباني، فأنت تبنيه على قضية عظيمة. ولا يصنع مثل هذا إلا أئمة الإسلام والعلماء في تقرير المعاني وتقعيد القواعد وبناء المسائل على أصولها الشرعية العظيمة. نعم. وبعد فإن الله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات، قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وليس المراد بالاختيار هاهنا الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار، وهو سبحانه كذلك، ولكن ليس المراد بالاختيار هاهنا هذا المعنى. وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق، فإنه لا يخلق إلا باختياره، وداخل في قوله ما يشاء، فإن المشيئة هي الاختيار. وإنما المراد بالاختيار هاهنا الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق، والاختيار العام اختيار قبل الخلق، فهو أعم وأسبق، وهذا أخص وهو متأخر، فهو اختيار من الخلق، والأول اختيار للخلق. الآية نسبت فعلين لله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ويختار. يخلق ويختار، يخلق ما يشاء. فالآية أثبتت الخلق والاختيار، أما الخلق فمعلوم، وأما الاختيار فأراد المصنف رحمه الله أن يحرر فيه المعنى على المنهاج الشرعي، لأن الاختيار عند المتكلمين وهم الذين تعاطوا علم المنطق من علماء الإسلام وأرباب مذاهبه المنسوبة إليه كالمعتزلة ومن وافقهم على الأصول الكلامية الكبرى في باب العقائد، يفسرون الاختيار بأنه الفعل باختيار، فيقولون الفاعل المختار، يفسرون الإرادة بأنها الفعل باختيار. فقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني ما يريد، والإرادة عندهم الفعل باختيار. قال المصنف رحمه الله: ليس المراد بالاختيار هنا الإرادة التي يقصدها المتكلمون، وأن معناها الفاعل المختار. ليش؟ قال: لأن قوله يخلق يشمل معنى الفعل باختيار، يخلق ما يشاء، فلا معنى أن تقول ويختار أنه يفعل باختياره، وهو معنى قد تضمنه قوله يخلق ما يشاء، فيكون تكرارا لا معنى له. ولهذا قال: الاختيار الذي يقصدونه الذي هو الفعل باختيار أو بمعنى الإرادة داخل في قوله يخلق، فإنه لا يخلق خلقه إلا باختياره سبحانه وإرادته، ودخل في قوله يخلق ما يشاء لأن المشيئة هي الاختيار. إذن ما المعنى الصحيح لقوله ويختار؟ يعني يجتبي ويصطفي سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإن الاختيار اصطفاء واجتباء، وهذا الاصطفاء والاجتباء فعل غير فعل الخلق، فإنه يخلق ويختار. ولهذا قال رحمه الله: الاختيار العام بمعنى الإرادة قبل الخلق، فإنه يريد الشيء سبحانه ثم يقول له كن فيكون. أما الاختيار الخاص بمعنى الاجتباء والاصطفاء من أكثر من شيء فإنه يكون بعد الخلق. إذن الاختيار اختياران: اختيار عام بمعنى الإرادة وتلك قبل الخلق، والاختيار الخاص بمعنى الاجتباء والاصطفاء ويكون بعد الخلق. قال: الاختيار الأول اختيار للخلق، الإرادة أن يخلق سبحانه، أن يريد الخلق سبحانه وتعالى، هذا اختيار قبل الخلق، والمقصود منه اختيار للخلق. أما بعد أن يخلق فالاختيار بمعنى الاصطفاء والاجتباء سيكون اختيار من الخلق، وهذا من دقيق الكلام. الاختيار اختياران: اختيار للخلق وهو العام، واختيار من الخلق وهو الاختيار الخاص بمعنى الاصطفاء والاجتباء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصح القولين أن الوقف التام على قوله ويختار، ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا، أي ليس هذا الاختيار إليهم، بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما موصولة وقد تأتي بمعنى النفي،
وقد تأتي بمعنى الشرط، فما متعددة المعاني والمحامل. فلو قرأ قارئ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فهمت أن ما هنا بمعنى الموصولة، يعني ربك يخلق ما يشاء ويختار الذي كان لهم الخيرة. والمصنف يقول لا، ليس هذا المعنى. يقول ما هنا نافية وليست موصولة، فإذا كانت نافية كان الوقف قبلها تاما، وربك يخلق ما يشاء ويختار وقف تام، تم المعنى. ما كان لهم الخيرة، فما هنا نافية، ليست الخيرة إلى الخلق بل هي إلى الخالق سبحانه وتعالى. فكما انفرد بالخلق فلا يخلق سواه، انفرد سبحانه بالاختيار والاصطفاء فلا يختار سواه جل جلاله. وهذا أيضا نموذج آخر من الاستطراد العلمي للمصنف رحمه الله. سنمضي 3-4 صفحات في الآية، وليست هي مقصوده من الكلام، هو يريد أن يبني قضية أن الخلق والاختيار الإلهي يبنى عليه أن الله فضل بعض خلقه على بعض وصولا إلى تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها الفوائد الجمة العلمية المتنوعة التي تأتيكم في الطريق تباعا، فرحم الله المصنف وسائر علماء المسلمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصح القولين أن الوقف التام على قوله ويختار، ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا، أي ليس هذا الاختيار إليهم، بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه. المتفرد، فكما أنه المتفرد بالخلق، وفي نسخة قال المنفرد، نعم. فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار منه، فليس لأحد أن يخلق ولا يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه، وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له، وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه. وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن ما في قوله ما كان لهم الخيرة موصولة، وهي مفعول ويختار، أي ويختار الذي لهم الخيرة. هذا القول ضعفه المصنف رحمه الله. إذا فسرت ما بأنها موصولة سيكون المعنى ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني كل شيء فيه خير لك فالذي اختاره لك هو الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يختار الذي فيه الخير لعباده سبحانه وتعالى. قال المصنف: ذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيلا إلى أن ما موصولة، فيكون إعرابها مفعول لقوله ويختار، يعني يختار الذي له الخيرة. قال: وهذا باطل من وجوه، وسيسوق لك الآن 6 أوجه في إبطال حمل ما هنا على معنى الموصولة، مع أن هذا القول الذي ضعفه المصنف هو الذي اختاره شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، ووصف القول الأول الذي اختاره المصنف بأن ما هنا نافية بأنه ضعيف. وهذا من شأن أهل العلم في اختيار بعض الأقوال وترجيحها وتضعيف ما سواها، فلا تظن أن هذا من طعن أهل العلم بعضهم في بعض، حاشاهم رحمة الله عليهم، لكنها الأمانة العلمية التي تذهب بأحدهم إلى أمانة العلم والترجيح بعلم والاختيار بعلم وتقرير المسألة بعلم. فإذا ضعف قولا فقال هذا قول ضعيف، أو قول لا يخفى ضعفه، أو باطل، أو لا يخفى فساده، فإنه من حجة أحدهم في بيان العلم. ولا تظن أن هذا قدح في شخص بعينه، أو أن ابن القيم يطعن في الإمام الطبري، أو أن الطبري يطعن في غيره من العلماء ممن اختار القول الذي نصره ابن القيم، حاشاهم جميعا رحمة الله عليهم. الإمام الطبري لما ضعف القول الذي نصره ابن القيم هنا قال هذا قول لا يخفى فساده على ذي حجة من وجوه، فالمقصود أن الذي اختاره ابن القيم رحمه الله مرجح عند أهل العلم، وكذلك الإمام الطبري يرجحه للوجوه التي سيأتي ذكرها بعد قليل. نعم. قال: وهذا باطل من وجوه، أحدها أن الصلة حينئذ تخلو من العائد، لأن الخيرة مرفوع بأنه اسم كان،
والخبر لهم، فيصير المعنى ويختار الذي كان الخيارة لهم. وهذا التركيب محال من القول، فإن قيل يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفا ويكون التقدير ويختار الذي كان لهم الخيارة فيه، أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيارة في اختياره. هذا أحد الوجوه، إذا قلت إنما موصولة سيكون الكلام ناقصا ويحتاج إلى صلة الموصول، وهو عادة يكون حرف جر مع ضمير يعود إلى ما ذكرت فيه الصلة، ويختار الذي لهم الخيارة فيه، وليس في الآية فيه، ويختار ما كان لهم الخيارة، فيكون الكلام ناقصا ويصير المعنى ويختار الذي كان الخيارة لهم. قال هذا التركيب محال من القول، يعني لا يصح في اللغة. فلو قال قائل لكن يمكن تصحيحه باعتبار الصلة أو العائد محذوفا، ما كان لهم الخيرة فيه، فحذف بناء على علمه من سياق الكلام. قال ابن القيم حتى هذا التقدير أيضا لا يصح. نعم. قال قيل هذا يفسد من وجه آخر، وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد، فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله مع اتحاد المعنى، نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ونظائره، أي ويشرب مما تشربون منه. فهذا موضع جاز فيه حذف الصلة لوجود قبله في سياق الكلام ما يدل عليه، وليس مثله في الآية التي نحن فيها. نعم. قال ولا يجوز أن يقال جاءني الذي مررت ورأيت الذي رغبت ونحوه. لما تقول جاءني الذي مررت لا يستقيم لك الاختفاء حتى تقول جاءني الذي مررت به، فلا بد من ذكر العائد، أو تقول رأيت الذي رغبت فيه، فلا يصح الكلام بالاختفاء. فكيف قيل ويشرب مما تشربون ولم يقل منه؟ الجواب لأنه قد جر قبله الموصول بمثله يأكل مما تأكلون منه، فاكتفى بذكر الأول عن الثاني. نعم. الوجه الثاني أنه لو أريد هذا المعنى لنصب الخيارة وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول، فكان يقول ويختار ما كان لهم الخيارة، أي الذي كان هو عين الخيارة لهم، وهذا لم يقرأ به أحد البتة، مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير. لو جعلت ما موصولة يلزم منها أن تنصب كلمة الخيارة، لكن القراءة بإجماع القراء ما كان لهم الخيارة، وإذا أردت ما موصولة ينبغي أن تكون ويختار ما كان لهم الخيارة، على أنها تكون منصوبة. قال وهذا لم يقرأ به أحد. نعم. الوجه الثالث أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيارة لهم، ثم ينفي هذا سبحانه عنهم ويبين تفرده بالاختيار. إذن الوجه الثالث أن الآية جاءت في سياق الرد على أهل الشرك، والرد عليهم في اقتراحهم وزعمهم ودعواهم أن يكون لهم حق الاختيار وإرادة الاختيار، فيكون الرد عندئذ نفيا ما كان لهم الخيارة، فهذا المناسب للمعنى وسياق الكلام الذي جاءت فيه الآية الكريمة. الثالث أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيارة لهم، ثم ينفي هذا سبحانه عنهم ويبين تفرده بالاختيار، كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه، وأخبر أن ذلك ليس إليهم بل إلى الذي قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم، فكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار ومن يصلح له ممن لا يصلح، فهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل، فهو القاسم ذلك وحده لا غيره. وهكذا هذه الآية بين فيها انفراده بالخلق والاختيار، وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره
كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره. قرر رحمه الله أن القرآن ذكر في غير ما موضع تبجح الكفار في اعتراضهم ومزاحمتهم لله سبحانه وتعالى في حق الاختيار، وذكر منها الآية هنا: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. في غاية التبجح، يريدون أن يكون لهم حق وأن يبلغوا درجة النبوة وأن يؤتوا ما يؤتاه الأنبياء والرسل، فجاء الجواب: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهذا حق لله سبحانه، والله أعلم حيث يجعل رسالته إثبات لحق الاختيار، الله أعلم من يختار ليكون رسولاً، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه. هو كمثل آية الزخرف، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أي قريتين؟ مكة والطائف. أرادوا الاعتراض على اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنبوة والوحي والرسالة، وهذا نوع من التبجح، أن يتعدى البشر منزلته القاصرة والمحدودة والتي لا ينبغي له التطاول عليها إلى ما وراءها مما اختص الله تعالى به، لكن هذا شأنهم. فإذا ثبت أنهم في غير ما موضع من القرآن كان لهم التطاول ومنازعة حق الله عز وجل في الاختيار، فهمت أن قوله في آية القصص ما كان لهم الخيار تقرير لأصل تقرر وتكرر في غير موضع من القرآن. ما كان لهم الخيار مثل رده عليهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. مثل رده عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالذي قسم الأرزاق هو الذي يقسم الفضل، هو الذي يختار سبحانه وتعالى، وهذا حق لا ينازع فيه. فدل على أن الآية الكريمة التي نحن فيها: وربك يخلق ما يشاء ويختار، هي من معنى وجنس وسياق الآيات الكريمات الأخر في الرد على المشركين في منازعتهم لله سبحانه حق الاختيار والاصطفاء. ولذلك قال: ما كان لهم الخيرة، على معنى النفي لا على معنى الصلة. أحسن الله إليكم. الوجه الرابع أنه نزه نفسه سبحانه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم، فقال: ما كان لهم الخيارة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ولم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى ينزه نفسه عنه، فتأمله فإنه في غاية اللطف. وحقا هو معنى لطيف دقيق. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، ثم قال منزها سبحانه وتعالى ذاته العلية: سبحان الله وتعالى عما يشركون. أي شرك؟ قال: ليس شركهم في هذا السياق إلا شرك الاقتراح والاختيار، فهم بذلك ينازعون حقا تفرد الله عز وجل به، فلما نازعوه في ذلك أثبت لذاته العلي التوحيد. قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ثم قال مؤكدا لذلك بالنفي: ما كان لهم الخيرة. قال: ولم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى ينزه نفسه عنه، وإنما كان مقتضيا اقتراحهم المنازعة في الاختيار والاصطفاء. قال: فتأمل ذلك ليؤكد لك أن ما هنا نافية لإثبات حق الله في التفرد سبحانه وتعالى بالاصطفاء والاجتباء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس أن هذا نظير قوله في الحج: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. رأيتم الآية في حق الخلق: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا. الآية في تفرد الله بالخلق: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ليس هذا فقط،
قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لصغر وضآلة وحقارة ما يسلبه الذباب من البشر فإنه لا يمكن استرداده واسترجاعه واستنقاذه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره. الآية في تقرير أي صفة لله؟ الخلق. وربك يخلق، قال: لن يخلقوا ذبابا. لكن انظر كيف يربط القرآن بين الخلق والاختيار، كما قال هنا في آية القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهناك في سورة الحج لما ذكر الخلق وتفرده سبحانه به أعقب ذلك مباشرة بالاصطفاء والاختيار. نعم. ثم قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. بين يدي ذكر اصطفائه سبحانه لما شاء من خلقه واختياره لما تفرد سبحانه بالاختيار فيه، بين يدي تقرير هذه الصفة العظيمة والحق العظيم لله يتقدم ذكر الخلق. تدري لما؟ لأنه يلزمك كما آمنت به متفرداً بالخلق وحده سبحانه، يلزمك أن تؤمن بتفرده بالاصطفاء والاختيار وحده سبحانه، فتسلم أمرك لله كما سلمت له في الخلق. فهذا الاقتران بين الخلق والاصطفاء جاء في ذاك الموضع وجاء هنا أيضاً، وهذا أيضاً من منهاج أهل العلم في ربط بعض القرآن ببعض وتفسير بعضه ببعض، لترى أن سياق القرآن وتقريره ومنهجية إثبات العقائد تقوم على نظام بديع، من يتأمله من كلام أهل العلم يجد فيه حكماً وأسراراً بليغة. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا نظير قوله في القصص: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ونظير قوله في الأنعام: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأخبر في ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه محال اختياره بما خصصها به، لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها. فتدبر السياق في هذه الآيات تجده منتظما لهذا المعنى دائرا عليه. ومع الخلق يأتي أيضا وصف العلم في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الخلق والاختيار، ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم. فإذا اقترن الخلق والعلم كان ذلك التفرد الذي لا يكون إلا لله سبحانه. وهذا في معنى ارتباط الخلق والعلم والإرادة تكرر في كثير من آيات القرآن، وحتى آية سورة الأنعام لما قال: وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، فجاء الجواب: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فوكل ذلك إلى صفة العلم. وهنا كذلك أيضا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وفي سورة الحج: لن يخلقوا ذبابا، ثم ذكر الاصطفاء: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، أعقبها بالعلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فيقول: هذا كله من نظائر القرآن في تقرير المعنى. واقترنت الثلاثة أيضا في ختام سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما، فصدر بالخلق وجعله من لوازم إرادته سبحانه وتعالى وعلمه المحيط بكل شيء جل في علاه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادس أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكما خلقهم وحده سبحانه اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحا، فكانوا صفوته من عباده وخيرته من خلقه، وكان هذا الاختيار راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه بمن هو أهل له، لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم، فسبحان الله وتعالى عما يشركون. إنه لا يزال في قوله وبعد ما تجاوزها
أن الله عز وجل تفرد بالخلق والاختيار وأتى بالآية، ثم استطرد فيما مضى من مجلسنا هذا لتقرير معنى الآية الكريمة، وأن ما في قوله ما كان لهم الخيرة نافية لا موصولة، وأتى بالوجوه الستة التي سمعت. فقوله فصل يعني يفصل الكلام الذي استرسل فيه ليعود إلى ما هو بصدد الحديث عنه. نعم. فصل. قال رحمه الله: وإذا تأملت أحوال الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالاً على ربوبيته تعالى ووحدانيته، رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالاً على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، فلا شريك له يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. تأملوا رعاكم الله، تقول الآية الكريمة: وربك يخلق ما يشاء ويختار. صدر الآية بربوبيته سبحانه، فما يذكر بعدها سيكون من دلائل الربوبية ولوازمها. وربك يخلق، فلو لم يخلق ما كان ربا سبحانه، فهذا من دلائل الربوبية ولوازمها. من لوازم الإيمان به سبحانه وتعالى ربًا الإيمان بأنه الخالق، فإن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه: الخلق، التدبير، الرزق، الإحياء، الإماتة، الاختيار والاصطفاء والاجتباء، هو أيضًا من أفعال الخالق الذي تفرد به سبحانه. قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكما أن الخلق من دلائل الربوبية، فإن الاختيار أيضاً من دلائل الربوبية، والعكس إذا كان من لوازم الربوبية الإيمان به سبحانه خالقاً، فإن من لوازم الربوبية أيضاً الإيمان به سبحانه مختاراً وحده سبحانه، يصطفي ما يشاء ويختار ما يشاء جل في علاه. هذه واحدة. والثانية: إذا دل الدليل على أن الله اختار شيئاً من خلقه كاختياره مثلاً كما سيأتي في كلام المصنف، اختياره الفردوس من بين جنان الجنة وفضلها فجعل سقفها عرشه سبحانه وتعالى، واختياره الملائكة، واختياره جبريل وميكائيل مثلاً من الملائكة عليهم السلام، واختياره الأنبياء والرسل عليهم السلام من البشر، واختياره مكة والمدينة من المدن، واختياره رمضان أو ليلة القدر أو عشر ذي الحجة من أيام العام، هذا الاختيار كله دوماً تنصرف الأنظار فيه إلى أحد معنييه دون الآخر، تنصرف الأنظار إلى معنى يتعلق بشرف المختار الذي وقع عليه الاختيار والتخصيص، وينصرف الذهن يعني ينصرف الذهن إلى شرف وفضيلة ومنقبة الذي وقع عليه الاختيار، لكن ينصرف الذهن عن المعنى الأجل، أن الاختيار آية من آيات ربوبية الذي اختار سبحانه، فلأنه خلق هو الذي اختار. يعني أما سألت نفسك ما الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر؟ ما الذي جعل عشرة الحجة العمل فيها أحب إلى الله من كل أيام العام؟ ما الذي جعل مكة والمدينة خير بقاع الدنيا على وجه الأرض؟ ما الذي فضل جبريل وميكال عليهما السلام؟ ما الذي فضل الأنبياء والرسل؟ فأقول دوماً ما تنصرف الأذهان إلى شرف وفضيلة ومنقبة من يختار ويختص، وينصرف الذهن على دلالة ربوبية من اختار واختص سبحانه وتعالى تلك الأمور المختار. يقول المصنف رحمه الله: إذا تأملت أحوال الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالاً، ونبهك على المعنى الذي يغيب عن الأذهان، ما قال رأيت الاختيار والتخصيص دالاً على شرف المخصص وفضله ومكانته، هذا حق، لكن المعنى الأعظم ما هو؟ قال: رأيت الاختيار والتخصيص دالاً على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته. إي والله، ما يخلق إلا لحكمة ولا يختار إلا لحكمة، ما خلق سبحانه إلا بعلم ولا يختار إلا بعلم،
ما خلق إلا بقدرة ولا اختار إلا بقدرة، ما خلق إلا بعلم ووحدانية وربوبية، فكذلك الاختيار. قال: وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذا الاختيار والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. فأنت عبد الله عندما تعظم شيئا في الشريعة مما عظمه الله فإن ذلك من تعظيمك لله. بمعنى آخر، أرأيت من يفوت فضيلة اغتنام العشر الأواخر من رمضان مثلا، أو يلهو ويلعب في أشرف الزمان كليلة القدر وعشر ذي الحجة، ويعيش في لهو وغفلة وإعراض، إذا نظرت إليه بعين أبصرت كم هو فيه من الغبن والضياع لنفسه والحرمان والخسارة والشقاء الذي ما أفلح لينال من معاني الخير والفضل في ذاك الموضع أو تلك الأزمنة. لكن حقيقة بالمعنى الآخر إن نظرت إليه بعين أخرى أبصرت فيها قحة وقلة تعظيم لجناب الله، لأنه ما عظم الله. فأنت إذا امتلأ قلبك تعظيماً للملائكة والأنبياء والرسل والقرآن ورمضان وعشر ذي الحجة وكل ما اختار الله واصطفى من الزمان من الملائكة من البشر من الأماكن، فإنك تعظم ربك بذلك التعظيم. فكل من يعظم ويجل ويوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا دلالة على حب وإيمان صادق في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بالمقام الأول دلالة على امتلاء القلب تعظيما لله، لأن الله هو الذي عظم ذاك المقام، فعظمه العبد المعظم لله. ومن أقبل على رمضان فاغتنم فضله وأمسك نفسه وأخذ بالعزم والحزم ليكون من المشتغلين بمعالي الأمور والمكارم والمسابقة إلى الخيرات، فإن كان من جهة هو طمع في رحمة الله وحيازة للأجر، فإنها أيضا بالمعنى الآخر هو وقوف على تعظيم لأمر عظمه الله، فيدور العبد في تلك المعاني مع العظمة التي كان منشأها الاختيار الإلهي والاصطفاء الرباني، فيدور الأمر مع تعظيم الله. ونعم العبد عندئذ أن تقوده قدماه في خطوات التعظيم بعدما عرف أن ذلك من تعظيمه لربه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال: فهذا الاختيار والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله، فنشير فيه إلى شيء يسير يكون منبها على ما وراءه دالا على ما سواه. فخلق الله السماوات سبعا فاختار العليا منها. هذه أمثلة الآن لبعض الأمور التي فضل الله فيها بعض خلقه واختاره واصطفاه على ما هو من جنسه. نعم. فخلق الله السماوات سبعا فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى. وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته تعالى وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء ويختار. ومن هذا تفضيله جنة الفردوس على سائر الجنان، وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها، وفي بعض الآثار إن الله سبحانه غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه. نعم. يشهد لذلك حديث مسلم أن موسى عليه السلام سأل ربه عن أعلى أهل الجنة منزلة، فقال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. يشير إلى أن الله خص جنة الفردوس بهذه الكرامة التي غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه، جعلنا الله وإياكم ووالدين من وارث سكناها. ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام هو رب الملائكة أجمعين، فلماذا لم يقل اللهم رب الملائكة؟ تخصيص هؤلاء بالذكر تنويه بشرفهم وفضلهم واصطفاء الله لهم على سائر الملائكة، وهذا أيضا معلوم من أدلة أخرى، وأن الله أوكل إليهم أيضا من المهام ما لا يكون إلى غيرهم من الملائكة عليهم السلام. نعم، اللهم رب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله، وكم من ملك غيرهم في السماوات فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة. فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات، وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من قبورهم. جميل هذا الوصف من ابن القيم رحمه الله، فجعل الملائكة الثلاثة في معنى الاختصاص بالحياة. قال جبريل عليه السلام صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، ميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات، حتى إسرافيل الذي ينفخ في الصور فتكون نفخة الصعقة والموت لكن فيها نفخة البعث، قال الذي إذا نفخ في الصور أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من قبورهم عليهم السلام. سن الله عليكم. قال رحمه الله وكذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد آدم وهم 124,000، واختياره الرسل منهم وهم 313، على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، واختياره أولي العزم منهم وهم 5 المذكورون في سورتي الأحزاب والشورى في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، واختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى الأنبياء من ولد آدم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا اصطفاء. النبوة اختيار، ولهذا يقول أهل العلم إن النبوة ليست كسبا يكتسب ولا وراثة تورث، لكنه اجتباء واختيار واصطفاء إلهي. قال رحمه الله إن الله اصطفى من البشر من ولد آدم هؤلاء القلة، قال وهم 124,000، هؤلاء الأنبياء. والنبوة أعم من الرسالة، فإن الرسل أقل، قال واختياره الرسل منهم وهم 313. من أين هذا التحديد؟ قال رحمه الله تعالى على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والإسناد ضعيف لبعض من في رواته ممن اتهم بالكذب، وقال الذهبي متروك. وحديث أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. قال أبو ذر قلت كم الرسل من ذلك؟ قال 313 جم غفير. قلت كثير طيب، من كان أولهم؟ قال آدم. قلت أنبي مرسل؟ قال نعم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وسواه قبله. ثم قال يا أبا ذر 4، إلى آخر ما في الحديث، وهو فيه تفصيل للأنبياء والرسل. قال ابن كثير غريب جدا،
وإسناده عن أبي ذر لا يصح رضي الله عن أبي ذر. فقال المصنف: على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان. وعلى كل حال، فسواء صح هذا العدد أو لم يصح، إلا أنه في الجملة بلا خلاف أن عدد الأنبياء والرسل قطرة في بحر من عدد من خلق الله من البشر، لأنه في كل أمة رسول نبي، وفي كل قرن أو في كل قوم ورهط يبعث الله الواحدة أو الآحاد، لكنهم في النهاية قطرة في بحر البشرية. فالسؤال: هؤلاء القلة من البشر هو اصطفاء واجتباء، فمرده إلى أي شيء؟ إلى القضية التي نحن فيها، اصطفاء إلهي، وهذا اختيار من الله سبحانه وتعالى. وذكر آيتي الأحزاب والشورى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء أولو العزم الخمسة من الرسل عليهم السلام، والمذكورون أيضا في سورة الشورى: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، قال قبلها: ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. فهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة بن خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيضا يشير المصنف رحمه الله إلى حديث واثلة بن الأسقع الذي أخرجه الإمام مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اصطفاء واختيار واجتباء، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم فيه عناية إلهية وشرف حباه الله تعالى به لما اختاره للنبوة وختم الرسالة صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين، واختار منهم السابقين الأولين، واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، واختار لهم من الدين أكمله، ومن الشرائع أفضلها، ومن الأخلاق أزكاها وأطهرها. خير الأمة قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: فلا أدري أذكر بعده قرنين أو ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وهكذا هي مناقب الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فكما قلنا في الأنبياء والرسل عليهم السلام، هم في الجملة صفوة البشر، لكنهم فيما بينهم فضل الله بعضهم على بعض. قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فكذلك الصحابة رضي الله عنهم هم في الأمة خيرها وصفوتها، من جعلهم الله أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، وهم فيما بينهم أيضا يتفاضلون، والذي فضلهم واختار بعضهم على بعض هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى. فخلق واختار واصطفى ما يشاء سبحانه وتعالى، ففضل من سمعت منهم السابقين الأولين وأهل بدر وبيعة الرضوان، وكل أولئك مخصوصون بالفضل. مسلمة الفتح يوم مكة خير منهم من أسلم قبلهم، ومن شهد بيعة الرضوان وكانوا 1400 أو 1500 هم خير ممن لم يشهد بيعة الرضوان ممن آمن وأسلم بعدها، ومن شهد بدرا من الصحابة خير ممن لم يشهدها، والعشرة المبشرون خير من غيرهم، والأربعة الخلفاء الراشدون من العشرة هم أعلاهم درجة، وترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فرضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، فإن فيهم يتحقق معنى قوله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فخلقهم سبحانه واختارهم على سائر الأمة التي هي في الجملة صفوة الأمم وخيرتها عند الخالق سبحانه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال علي بن المديني وأحمد: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح. وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقامهم في الموقف، فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم. وفي الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. يعني كم النسبة؟ الثلثان، 80 من 120 من صفوف الجنة من هذه الأمة، كرامة من الله وأيضا مما اختارها الله عز وجل واصطفاها، فالحمد لله على فضله. هذا اتساق في كلام المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذا الاختيار الإلهي وضرب أمثلته وسوق شواهده، ولا يزال في الحديث بقية، ولعل مجلس الجمعة القادمة إن شاء الله فيها الحديث أيضا عن تفضيل واختيار البيت الحرام ومكة ومناقبها وما جعل الله عز وجل في ثناياها خصائص وكرم في جملة ما اختار الله سبحانه من خلقه جل وتعالى وتقدس متفردا بالحق كما تفرد بالخلق سبحانه وتعالى. وبعد، فالليلة ليلة الجمعة وغدا يوم الجمعة، وهذه الأوقات المباركة حرية بأن تغتنم خيراتها وأن تكتنز حسناتها بالاستباق فيما جعل فيه السباق بين أهل الإسلام يقودهم إلى عظيم من الخيرات والكنوز والحسنات. إن النبي محمداً خير الورى وشفيعنا وأجل من وطئ الثرى، صلوا عليه وسلموا ما شئتم، صلوا على المبعوث من أم القرى، فصلاتكم تقضى بها حاجاتكم وتكون أربح كسبكم مما يرى. فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.